كل يوم يجي أمير منطقة ويأخذ أربع تقريبا 10 نساء من بين النساء الإيزيديات. كنا 5 فتيات، كنا في منزل رجل إيزيدي، كنا جالسات نحن الخمسة على أريكة، وكان هناك 5 أفراد من داعش يجلسون أمامنا. صار كل واحد يختار واحدة وياخذها له. بعني لأبو أيمن العراقي، ضلت سنتين عنده كمان، وبعني لواحد أبو هادي. بعد سنتين هو أنطاني هدية لصديقه أبو محمد المغربي.